لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح جماعات فقرة الصحافة، فقرتنا الثابتة اللي احنا بنستعرض فيها أهم المنشطات في الصحف المصرية. معايا للقراءة والتحرير الأستاذ محمد مصطفى، وهو مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. طبعا قبل ما نبدأ خالص التعازي لأسر الشهداء، خالص التعازي للعالم كله. صحيح، لأسر هذا الحادث، لأسر الشهداء المصريين في نيوزيلندا، ولأسر شهداء الإنسانية كلها اللي بتنزف كل يوم الدم نتيجة الفكر العنصري وخطاب الكراهية الذي أصبح يتأجج يوما بعد يوم في كل مكان في العالم. والأمر في الواقع بقى يتطلب وقفة حقيقية من المجتمع الدولي، لأن بقى الحديث عن أن توصيف الدين الإسلامي بأنه دين يحمل أفكارا إرهابية أو أن المسلمين فقط هم من يقومون بعمليات إرهابية، ثبت الآن أن المسلمين ليسوا هم الوعاء الذي ينضح بالكراهية والإرهاب فقط، لكن هناك من أتباع كل الديانات من يتملكهم هذا الفكر. وفي الواقع أتصور أن الأمور لا تأتي فرادة، يعني الشخص اللي احنا شفناه في نيوزيلندا ده اتصور، بل انا على يقين من ان وراءه مش تنظيم بقى محلي ولا تنظيم اقليمي ولا تنظيم دولي، لا، وراه فكر عالمي بيغذي خطاب الكراهية والعنف علشان يتمكن من الامساك بمقاليد السلطة في العديد من الدول الكبرى في المرحلة المقبلة. ويعني لما نتطرق الموضوع ممكن نتكلم عنه بشكل موسع أكثر. طيب اسمحوا لنا نبدأ من جريدة الأهرام من الصفحة الأولى، بنقرأ معا: مشروعات عملاقة في جنوب الوادي بجداول زمنية محددة، الرئيس بيتفقد مزرعة توشكا وبيؤكد تقدير المواطنين جهود العاملين فيها. صحيح، يعني يبدو أن السيد الرئيس مصمم على البناء في الوقت الذي يصمم فيه آخرون على الهدم التدمير والدمار، ومصمم أن يسود السلام في مصر وحوالين مصر في الوقت اللي آخرين مصممين أن تسود لغة الحرب والعنف. وفي الواقع أن رسائل القيادة المصرية ورسائل الدولة المصرية ورسائل الشعب المصري كانت واضحة جدا على مدى السنوات القليلة الماضية للعالم، أن مصر مصممة بتاريخها وثقافتها ودينها على أن تكون هي دولة السلام، أن نكون مثلما أراد الله لنا راعي السلام على الأرض. والموضوع ليس عبارات إنشائية في الواقع، لكن دي حقيقة وهنشوفها وبنشوفها كل يوم. احنا دلوقتي احنا بنشوف الحرب على الإرهاب أصلا موجودة طبعا في سيناء، وبنشوف جيشنا بيتصرف ازاي مع الإرهابيين، وفي نفس الوقت في موازنة ما بين التنمية وما بين مكافحة الإرهاب. اللي بيغزوا صراع الحضارات أو صدام الحضارات وصدام الأديان وصراع الأديان، هناك من يقابلهم للحديث وقيادة العالم في تفاهم الأديان وتفاهم الحضارات. ومصر الآن هي التي تلعب هذا الدور، هو دورها التاريخي. والحرب اللي موجودة في سيناء دي أنا أؤكد لحضرتك أن الحسم فيها بإذن الله سيكون للجيش المصري بالضربة القاضية. نحن لا ننتوي أن ننتصر على الإرهاب في سيناء بالنقاط، لكن بضربة قاضية. والانتصار على الإرهاب في سيناء سيكون هو العنوان لانتصار تفاهم الحضارات والأديان على صراع الحضارات والأديان. فالحرب اللي في سيناء دي ما هياش حاجة بسيطة ولا شوية عيال مربية دقونها ولابسة جلاليب ومطولين شعرهم، لا، ده وراهم مش دول بقى، ما هو أكبر من دول. لأن من يريد أن يحرك العالم باتجاه الدم دي مش دول بس، ده في فكر عالمي بيقودهم. العالم لا يدار عشوائيا، ولو نتابع كويس اللي بيحصل في القارة الأوروبية، المعارك السياسية الطاحنة اللي بتدور دلوقتي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو القادم، هنفهم أن المسائل بيحركها دوائر
مركبة وشديدة التعقيد. الشخص النيوزيلندي اللي هو كنت بسمع كنت بقول لحضرتك قبل الحلقة بسمع من العديد مش من العديد يعني بعض يعني أصدقاء في مصر واثنين من إحدى الدول العربية المجاورة بيتكلموا لك كانوا بيتكلموا لك عايزين نهاجر نيوزيلندا على أساس بقى إنها أهدى مكان في العالم. بدينا شفنا اللي بيحصل في نيوزيلندا. الشخص ده يعني ممكن من تنفيذ عملياته. هما الشرطة اللي كانوا بيتكلموا يقول لك الشرطة المصرية أي حادثة إرهابية الشرطة المصرية ما عملتوش ما وقفتوش ليه العملية؟ يا جماعة ده الراجل راح ومصور فيديو وخلص وقتل وخلص على الناس في الجامع حط في البندقية تاني رصاص ورجع تاني وراح لجامع تاني والدنيا عادي خالص 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 في دولة بقى المفروض كل حاجة فيها متراقبة بكاميرات. الدول دي المدن كلها في نظام مراقبة بكاميرات دقيق جدا. لكن هو ممكن ولو تتبعنا بقى الهيستوري بتاعه نشوف ان الراجل ده راح كوريا الشمالية وتركيا مرتين. تركيا دولة بتصنف ان هي فيها نشاط استخباري عالي وكوريا الشمالية دولة مغلقة امنيا. طيب هل هذا لم يكن يستدعي من الاجهزة الاستخبارية في دولة زي نيوزيلندا ان هي يعني ترصده مبكرا خصوصا مع حصوله على ترخيص سلاح؟ بصراحة حدث ما يجيش في بال اي حد تماما ان ده كان ممكن يحصل هناك والعدد الكبير اللي هو استهدفه يعني 50 شخص استهداف عشرات المصابين استهداف الاماكن الدينية زي ما قلت حضرتك. ما هو مصر ما ننساش ان جماعة الاخوان الارهابية تنظيمات ارهابية استهدفت مسجد الروضة ويعني ندعو دايما لشهدائنا بالرحمة وعدد القتلى كان اكبر يعني كم الغل والحقد والكراهية موجودة عند التنظيمات الإرهابية بقى بوجهها الأبيض بوجهها الأسمر بدينها الإسلامي المسيحي البوذي موجود. لكن مين بيغذي الناس دي علشان توصلنا لمرحلة التصادم؟ كل فعل له رد فعل. وفي الواقع أن النظرة الشاملة تقتضي أن نؤكد. وأنا لما يعني بتواجد على شاشة قناة نيل الأخبار أنا لا أخاطب فقط رأي العام لكن أتصور أن هناك أذانا تسمع وعيونا ترى في الدولة المصرية ما يجري الآن بكل أوجهه وتفاصيله هو عمليات مركبة لتمكين اليمين القومي المتطرف اللي أنا شايف أنه إرهابي في أوروبا من الوصول إلى سدة الحكم. كل التفاصيل احنا شايفينها. نيوزيلندا خلي بال حضرتك هي تابعة للتاج البريطاني القائد الحقيقي لدولة نيوزيلندا المستقلة هي ملكة بريطانيا هم اللي بيختاروا الحاكم العام وأي قرار تشريعي والقرارات العالية جدا هناك لابد من أن تحظى في النهاية بموافقة ولي عهد بريطانيا. فالمسائل كلها مترابطة والمردود يمتد من نيوزيلندا إلى بريطانيا وأوروبا ودول أخرى. عايزين هم رد فعل عمليات إرهابية يقوم بها عناصر مسلمة في القارة الأوروبية علشان يقدروا يغزوا أصوات الناخبين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي. طيب اسمح لي أتكلم بالتفصيل عن هذه النقطة في خبر آخر من جريدة الجمهورية ولكن هاخد خبر من جريدة أخبار اليوم من الصفحة الأولى أولا. والحدث الأبرز في مصر دلوقتي وتحديدا في أسوان الرئيس بيفتتح ملتقى الشباب العربي الأفريقي. صحيح. برضو علشان يعني نوضح مدى تكامل الرؤية المصرية وأنها ليست عشوائية. منتدى للشباب العربي والأفريقي في أسوان في وقت مصر بتتولى فيه طبعا رئاسة الاتحاد الأفريقي وفي وقت استضافت فيه مصر القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها. فالاتساق الكامل في المواقف المصرية والسياسات المصرية بيؤكد على التعايش بين الشعوب. خلي بال حضرتك مصر دعمت القارة الأفريقية في فترة الخمسينات والستينات للحصول على استقلالها وكان الثمن هو محاولة تأجيج نوع من أنواع الصدام الحضاري بين العرب والأفارقة. احنا بنتكلم بصراحة بعد هذا الدعم وبعد ما استقلوا الأفارقة حصل تأجيج من قوى أجنبية لفكرة كراهية الآخر إن العرب يتعالوا عليكم ومن ناحية تانية إن الأفارقة يعني ضحكوا علينا وساعدناهم وبعدين تخلوا عنا وحصل تأجيج لفترة كبيرة وفعل ورد فعل لحد ما جه الرئيس السيسي للحكم وكسر هذه الحلقات
وبيعيد بناء علاقة عربية أفريقية مش بس مصرية أفريقية بقوة على أساس المصالح المشتركة المستندة لمصير مشترك ولواقع نحن أقرب فيه للتعايش من الصدام. فاستضافة مثل هذا المنتدى كان ممكن مثلا اقتصر على شباب مصري وأفريقي، لكن إدخال البعد العربي أمر مهم جدا، لأن أنا عشان أبني للمستقبل وأعمل علاقات تعاون حقيقية والطرف الثاني ما ينظرليش إن أنا جاي أستنزفه زي ما الأوروبيين، احتاج أوطد هذه العلاقات. لازم أبني نوايا حسنة وتصرفات تتسم بالرغبة في تحقيق المصالح المشتركة، وده كله لازم يستند لعنصر ثقافي، مش هقدر أبني على ده من غير ثقافة مشتركة يتم بنائها لبنة لبنة نحو المستقبل بأسس واقعية جديدة وليس بأسس رومانسية مبسطة لا تقنع أحدا على الجانبين. اسمح لي مرة أخرى هرجع للحادث الإرهابي الغاشم من جريدة الجمهورية والصفحة الأولى بنقرأ. الحادث الإرهابي في نيوزيلندا بيهز ضمير الإنسانية. السيسي بيعزي في ضحايا الحادث وبيطالب بمواجهة دولية حاسمة للتطرف. يعني أنا قريت كلام الرئيس حضراتكم نتكلم على الدور الدولي ايضا وردا على هذا الحادث. صحيح. يعني شفنا العديد من الحوادث في جميع البلاد، في الولايات المتحده الامريكيه، في الدول الاوروبيه، دول عربيه ايضا. يعني في الواقع الموضوع له ابعاد كثيره، لكن قبل ما اخش لهذه الابعاد لابد ان اشير، وانا بحب اقرا بالتفاصيل شويه، يعني بركز شويه في المصطلحات والكلمات. وحسنا فعل الرئيس وهو لا تفوته مثل هذه الأمور عندما وصف ضحايا الحادث بأنهم شهداء في الوقت اللي العديد من الصحف المصرية يعني تايها في التوصيفات والمصطلحات على أهميتها. هو في حد ما جاش في باله أن دول شهداء؟ لكن ما كتبش. يعني إحدى الصحف مثلا لما تكتب إرهاب نيوزيلندا، إرهاب نيوزيلندا، يعني نيوزيلندا دولة إرهابية يعني؟ ما انت بتتهم عنهم التعبير يعني. دولة يعني جورنان تاني يكتب قتل الحادث. فالمصطلحات مهمة جدا، لان اي مصطلح تأكدي ان وراءه فكرا. عندنا طبعا يعني دي سذاجة ما هيش وراء فكرة، لكن برا بينظر للامور بدقة شديدة. هم هناك يوصفوا الحادث بانه في اطار كراهية الاجانب. لا يا بابا، لا مش كراهية اجانب، ده حادث ارهابي غاشم. ما هو الشخص المسلح والسلام، هو شخص إرهابي بكل المعاني، وده يستدعي. لو أنت ما وصفتوش إرهابي، مش هتوصف الإطار التنظيمي الفكري الذي يحكمه بأنه إطار تنظيمي إرهابي. يعني الراجل ده طبعا منتمي لمنظمة طبعا سرية، بقى هم مش عارفين يوصلوا لها، بيطنط، ده موضوع تاني، لكن ده بينتمي لمنظمة لازم توصفها إرهابية. ده لسه كان زميلي بيقول لي قبل الهوا كاتب على البندقيه بتاعته اسامي اللي عملوا حوادث مشابهه من الارهابيين. هقول لحضرتك كاتب، انا قعدت في تركيا من 2002 ل 2006، كنت مراسل هناك. وتركيا مع الاسف يعني دورها التاريخي في تأجيج صدام الحضارات يعني دور مشهود، حصل يعني حاجات مش عايزين يعني نتطرق عشان ما نهاجمش، لكن عشان ما نهاجمش شعوب، عشان ما نهاجمش نظام في تركيا. النظام التركي بيغذي صدام الحضارات، ومن ذلك دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر. عشان نتكلم بوضوح، الراجل ده كل العبارات اللي عنده اللي كاتبها على البندقية وعلى خزنة السلاح وكده هي عبارات تتحدث عن استحضار الحروب الصليبية مرة أخرى واستحضار هزيمة الجيوش العثمانية في أوروبا، بيتكلم بالتواريخ، واستحضار ما حدث في بلاط الشهداء في اسبانيا. يعني بيستحضر حاجات ليها علاقه بصدام حضارات تاريخي. بصدام حضارات تاريخي. ولما بتكلم بقى عن تركيا هنا، لما حصل عمليات عنف ضد الاقليات الدينيه في تركيا في فترات الدوله العثمانيه، ده امر كان له ردود فعل عند الشعوب التانية. يعني فالفعل ورد الفعل مهم. لما انت تستحضر لي ده يبقى انت بتولع الدنيا بقى، ما انتش بتتكلم في نيوزيلندا، انت راجل قاعد هناك بقى مع نفسك. لا، انت ايه اللي عرفك تركيا ورحت ليه مرتين قبل محاولة الانقلاب اللي حصلت هناك؟ انقلاب عسكري الاردوغان كان عارفها على فكرة. كان عارف معادها واستثمرها بشكل جاي، راح قبلها وراح بعدها بشهر. فلو ربطنا الامور ببعض هنلاقي ان في طبعا معاني كتير.
التحرك ايه اللي بيحصل بقى؟ عشان يعني وانا كنت بكلم حضرتك عن ان انا اخاطب هنا صانع القرار ودوائر التفكير السياسي في مصر. في محاوله لتمكين اليمين الاوروبي المتطرف في اوروبا قبل انتخابات البرلمان الاوروبي. اللي احنا شايفينه في بريطانيا دلوقتي وقصه نصوت في البرلمان البريكزيت واللخبطه بقى اللي الناس تايهه بقى احنا تهنا بقى والناس تاهت. لا هو عايز يرجئ خروجه او الطلاق بقى من الاتحاد الاوروبي ده لما بعد نهايه مارس وابريل علشان يدخل بنوابه في انتخابات البرلمان الاوروبي. ال 72 73 نائب بريطاني اللي بيبقوا موجودين جوه البرلمان الاوروبي عايز يدخل الانتخابات، لو طلع قبلها يبقى مش هيبقى له حضور في البرلمان الاوروبي. وهم ببساطه كده عشان نسهل يعني للناس بالمصطلح الشعبي فيها لخفيه بريطانيا شغاله كده. وما خسرته المانيا خصمهم اللدود في اوروبا في الحرب العالميه الثانيه، هم شايفين ان المانيا دلوقتي بتحققوا بالسياسه والاقتصاد بقى. هو هسيب الاتحاد الاوروبي لالمانيا ال 27 28 دوله دول سيطر عليهم زي ما وهو بره اللعبه. مش ممكن يعني ما وراء الستار طبعا في حاجات كثيره جدا خفيه بالظبط. فعشان ده يحصل واليمين يتمكن اكتر بما فيه بقى اليمين القومي البريطاني وراجل فراج ده والناس اللي معاه هو عايز عمليات ارهابيه تؤجج بقى. طب تحصل عمليات ارهابيه عنده ازاي وفي العالم ازاي؟ فاختار مكان من اهدى الى اماكن موجوده زي نيوزيلندا واستهدف عشان يحصل رد فعل. عشان يحصل رد هو عايز رد فعل، شويه عمليات ارهابيه تحصل ها في اوروبا يبقى اليمين القومي العنصري الارهابي سيصل للحكم مش بس جوه البرلمان الاوروبي لكن في العديد من الدول زي ما احنا شفنا في 3-4 دول دلوقتي بيحكموا اليمين القومي ده. يعني لو اتكلمنا طبعا هنحتاج حلقات ولكن اسمح لي اقدم التعازي مره اخرى لاسر الشهداء وللعالم كله. خلونا ننتقل مع بعض لخبر اخر من جريده المصري اليوم بنقرا من الصفحه الاولى وزير النقل العمل ليل نهار لتحسين الخدمه والجولات مستمره. الوزير بيفاجئ محطه مصر بالزياره وبيستقل القطار الى المنصوره. بصي بقى حضرتك انا هقول لك مشهد صغير كده والله من 4 أو 5 ايام وانا راكب العربيه ومعدي من المرات النادره اللي بمشي فيها من تحت كوبري اكتوبر من عند رمسيس. الدنيا كانت واقفه فوق فماشي من تحت فلقيت عند مبنى هيئه السكه الحديد في رمسيس 3 عمال. ده كان امتى؟ ده كان قبل الحادث لا 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 ولا بعد ما هو مسك بعدها بيوم او يومين بعد ما هو مسك والله العظيم زي ما بقول كده تحت المبنى في مكان كده فاضي يعني كده عشان بيسميه احنا بكيات كده تحت المبنى فماسكين خرطوم بتاع مطافي ماشي وبيجربوا الايه خرطوم المطافي بتاع المايه ده ماشي فطبعا قوه ضخ رهيبه جدا وطبعا واضح الناس دي اول مره بتستخدمه بس بيستخدموا في الشارع ففلت منهم وجي على الشارع بقى رش الناس كلها بالعربيات لان هو بقى حاجه جديده عليه فبس انا كنت عايز انا بقى ما كنتش عارف ان هو رايح يومها فالناس لما عرفوا واضح ان هو رايح فكل واحد بقى ايه انتباه من حديد يعمل دوره من هيجي يقول لي المطافي وريني اختبارات المطافي عندك شغاله ولا لا ابقى جاهز هيوريني راجل اكتشف عربيات زي بتاعه الجولف لتوصيل كبار السن جوه محطه مصر ومخزنينها عشان تتباع كهنه بعد كده انت شفتيها قبل كده العربيات دي بتستخدم في محطه مصر طب هي دي موجوده بقى عندكم ففكره الحسم والانضباط هي ما نحتاجه في الدوله المصريه بعيدا والله عن موضوع الحدث ولكن محتاجين فعلا تغيير في الثقافه بتاع تفكير الناس حتى في الشغل وانا هقولها بقى تعمل اللي عليك حتى لو ما كانش فيه حاجه يعني ده الطبيعي اصلا كل شعب له صفاته انا لست مع العسكره باشخاص الا بمعيار الكفاءه هنا معيار الكفاءه لكن انا مع عسكره نظام اداره الدوله في مصر اللي هي عسكره بقى مش نمسك سلاح بقى واقف للناس في المصالح لا اللي هي نظام الثواب والعقاب نظام الثواب والعقاب اللي موجود في المؤسسه العسكريه هو الرابط والضابط للخلل اللي موجود والفساد في الاداره في مصر احنا عايزين نمشي زي الجيش في نظام الاداره المدني في مصر ده يحصل ازاي بقى ده محتاج اراده سياسيه لان الامور فكه في مؤسسات كتير جدا مفكوكه كده هشه مفيش خوف من عقاب حقيقي ومفيش إدراك لأنه سيكون هناك ثواب حقيقي لمن يقوم بعمل جيد أو يراعي ضميره فإحنا محتاجين إرساء وترسيخ هذه المبادئ
وعلى فكرة هي بره مش بيسموها الثواب والعقاب الحاسم، ده مش بيسموه عسكر، بيسموه ديسيبلين حقيقي، يعني انضباط حقيقي. انا عايز ده يرجع للدولة. اذا انا مش قادر بقى احققه بالمنظومة اللي موجودة، لا اجيب ناس هو لديها القدرة. هو فعلا على مش بتغيير يعني مش بتغيير وزير، يعني الوزير السابق طبعا محدش اختلف على كفاءته، ولكن هي تغيير العقلية بتاعت الناس. انا محتاج حسم مع كفاءة الإدارة. لو ما فيش حسم، ما هو أنا اديت لحضرتك مثال والله حصل قدامي. هو الناس دي ما كانوش بيستخدموا، ما جربوش بتاع المطافي ليه؟ ها؟ ما جربوش النظام قبل كده ليه؟ كل حاجة لآخر وقت. تمام؟ فأنا محتاج هذه العقليات في الدولة المصرية، وتكون لديها من الجرأة ما يمكنها من اتخاذ القرارات، وفي نفس الوقت قادر يشيع. أنا قاعد بتابع كامل الوزير من ساعة ما مسك المنصب. بالتفصيل يعني. قادر يشيع جو من التوافق والرغبة في العمل لدى العمال والمهندسين والإداريين في قطاع السكة الحديد. ابتدى يديلهم مؤشرات، يا جماعة احنا أسرة واحدة، روح الفريق، نظام الإدارة اللي متعارف عليه في العالم اللي احنا فقدناه هنا في مصر. أنا بقى عايز نفس العقلية دي مثلا في المحليات. يعني نرجو يكون ده فعلا، لان هو ده فعلا اللي هيغير كتير من ثقافه الشعب المصري. استاذ محمد مصطفى، مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، هنروح مع بعض لموجز لاهم واخر الانباء وهنرجع مره اخرى، خليكم معنا.